قلت أن اللغة الكلاسيكية التي نكتب بها ليس من المفترض أن نتحدث بها في الشارع، حتى في العهد السابق، يعني في العصور القديمة جدا، عندما كانت اللغة العربية لا تستعمل بالشكل الذي تكتب به بالضرورة. حتى أن هناك حسب ما أذكر رواية حضر بعض العرب عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرؤون القرآن بصيغة مختلفة نوعا ما، يضيفون الميم على كل أو أحد الحروف يضيفونه في كل جملة، فتقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتفهم أن ذلك خاضع لمنطقتهم، يعني هم يتحدثون بلغة خاصة بمنطقتهم هي العربية، لكن طبعا محرفة باعتبار التداول اليومي، فهذا أظنه طبيعي جدا. الإشكال الذي يعني بالنسبة لي المطروح بالنسبة لي هو خصوصا وأنا أستمع لمارغريت وهي تقول أن اللغة العربية صعبة جدا، اللغة العربية ثرية جدا جدا جدا، لكن بالنسبة لمسألة الصعوبة أعتقد فيها نقاش. لماذا؟ لأن السؤال الذي ينبغي أن يطرح، هل تدرس اللغة العربية بالطريقة الصحيحة؟ أظن أنه ينبغي أن يعاد النظر في طريقة التدريس. مثلا أنا لدي ابن في السادس ابتدائي يدرس الإعراب، هل حقا يستحق طفل في السادس ابتدائي أن يدرس الإعراب أم فقط يدرس اللغة العربية كلغة جميلة ويعني يحبها بالسليقة أولا ويحفظ القواعد بالسليقة ثم نمر للمرحلة المتقدمة؟ يعني وهذا هو النقاش. سامحني على المقاطعة. طريقة التدريس يعني هي مربط الفرس.